كل عام وأنتم بخير. عبارة نرددها ونحن نتأمل واقعا عربيا بات عنوانه الركود والانهيار والسقوط والانقسام، ونتمنى لو أنه كان بالإمكان أن تشرق شمس العام الجديد وقد اختفت من المشهد كل الأعباء والمآسي، وأن يكون أول أيام السنة القادمة موعدا لإعلان نهاية كل ذلك. فمن اليمن السعيد الذي لم يعد سعيدا إلى سوريا المحترقة وليبيا الملتهبة والعراق المتوتر ومصر التي تشهد محاولات جر إلى الوراء، كنا نتمنى أن نقدم بطاقة مضيئة عن خارطة العالم العربي في صراعه المستمر، لكن يبدو أن السلبيات غطت على بقية من آمال وأحلام بدأت كبيرة ولكنها ما فتئت تتراجع وتصطدم بأرض الواقع. كل عام وأنتم بخير، نتجه لطي هذه الصفحات لنستعد لفتح صفحات محملة بالكثير من المفاجآت، لكن أيضا بالكثير من الأحداث المتوقعة والمرتبطة بما مضى. معكم نقف لتقييم أحداث 2018 لنستشرف أحداث 2019، ونبدأ من إسطنبول حيث انضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية مباشرة تقادم الخطيب الباحث بجامعة برلين الحرة. أهلا بك معنا سيد تقادم، وكذلك أرحب بضيفي من العاصمة التونسية الصحفي التونسي طارق حسين. أهلا بك طارق، وانضم إلينا عبر سكايب من مدينة مانشستر البريطانية الناشط السعودي المعارض أمين النمر. أحييك سيد أمين، ودعوني أبدأ من إسطنبول وتقادم الخطيب. تقادم، أنت مصري وبالتالي دعنا نتحدث عن مصر و2018، كيف كانت من وجهة نظرك؟ يعني في الحقيقة لم يكن هناك جديدا، يعني فيما يتعلق ب2018 كان هناك يعني مزيدا من التدهور على مستويات متعددة، سواء كان المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي في مصر، وكذلك المسائل المتعلقة يعني بمستوى الحريات داخل مصر. هناك مزيد كان من القمع، هناك المزيد من تلفيق القضايا، كان هناك مزيدا من يعني إغلاق المجال العام على مستويات متعددة، هناك مزيد من الأزمات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد المصري كالعادة يعني، وهناك تثبيت للنظام الاستبدادي أكثر. فبالتالي يعني كان عاما مليئا بالأحداث في الحقيقة يعني على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر، ويعني كنا نتمنى أن يكون الوضع مختلفا، لكن في الحقيقة الأمور يبدو أنها تسير في مستوى آخر يعني وفي طريقة أخرى مختلفة عن تمنياتنا وعن التمنيات والأحلام التي كنا نحلم بها حينما انطلقت يعني 25 يناير في مصر. لكن أظن أنه السيولة والانسيابية التي يعني توجد بها الآن مصر وكذلك المنطقة سوف تقود بلا شك إلى يعني تغيير، وفي النهاية يعني تبقى النهاية مفتوحة. سنأتي إلى هذه النقطة وتوقعاتك ل 2019. بالمناسبة أنت تتحدث معي تقادم، نحن نعرض على الجانب الآخر من الشاشة الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية في الشانزليزيه في باريس، ويبدو أيضا أن أصحاب السترات الصفراء لهم حضور أثناء هذه الاحتفالات. طيب سيد طارق، تونس هل اختلفت عن بقية العالم العربي كما اختلفت أو حتى كما بدأت في 2010 قاطرة لثورات الربيع العربي في 2018 طارق أم لا؟ ربما بعد مضي 8 سنوات على اندلاع الثورة التونسية تبقى يعني تونس ذلك المثل القدوة يعني في دول الربيع العربي، ولكن تذهب الأمور بتؤدة بعد أن يعني وصلت يعني ربما الحياة السياسية والاقتصادية إلى لا نقول أفق مسدود، ولكن هو أفق يترنح باعتبار أن يعني التجربة التونسية ما زالت متماسكة وتستأسد على الثورات المضادة أو من يحاولون جرها إلى الخلف مثل ما وقع في بعض الأقطار العربية. ربما ينغص حياة التونسيين بعض يعني الضربات الإرهابية من هنا وهناك، الضغوط الاقتصادية، حالة اجتماعية ربما تندلع في مناطق مهمشة آخرها في يعني الولايات الحدودية والداخلية بصفة عامة، أيضا كوارث طبيعية بالجملة لم ترى تونس مثلها
إلا في الستينيات أو في السبعينيات يعني كانت أكثرها وأدماها في الوطن القبلي أو ما نعبر عنه في تونس بولاية نابل. يعني هناك عدة مشاكل ترزح تحت تونس، ولكن الشعب التونسي ما زال يعني لديه عدة أمال. هناك انتخابات في الأفق، ولكن سنة صعبة كانت سنة 2018، كانت سنة صعبة على الشعب التونسي، على شباب تونس الذين يعني يأملون في فرص تشغيل، في أفق سياسي جديد ينخرطوا في الحياة السياسية أكثر. طارق ابقى معي إلى ودعنا نذهب إلى أمين النمرة الناشط السعودي المعارض وهو معنا من مانشستر البريطانية. أمين، هل تتفق معي أن السعودية قبل 2018 غير السعودية بعد 2018؟ شكرا لك وتحية لك ولضيوفك ومشاهدينك الكرام. ودائما أقول أنني من السعودية لأنني أرفض تسميتي بالسعودي. ورجوعا إلى سؤالك، قطعا ستكون ما بعد 2018 خصوصا بعد اغتيال خاشقجي والمرحوم خاشقجي، وكذلك قيادة المرأة للسيارة استحقاق طال انتظاره منذ 1990. رفع هذا الجدار، رفع هذا الستار في 2018. فأعتقد أن الناشطين بداخل السعودية أو بالخارج لن يبذلوا ذلك الجهد لتحقيق حق أصيل للمرأة وهي قيادتها للسيارة، سينتقلون إلى أشياء أخرى وعلى رأسها الحقوق السياسية. طيب، لكن تعتقد أن لولا قضية جمال خاشقجي ما كان هذا الحضور خصوصا للمعارضة السعودية على شاشات التلفاز الآن والاهتمام بما يطرحونه من آراء أمين؟ قطعا قضية خاشقجي سلطت الضوء بشكل كبير على قضايا حقوق الإنسان داخل السعودية وبالخارج كذلك، واجتمع خصوصا في مؤتمر المهجر الثاني كان محور المداخلات قضية المرحوم جمال خاشقجي. كذلك لا أنسى بعد 3 أيام ذكرى استشهاد الشيخ نمر رضوان الله عليه عندما أعدم في 2016. فسواء دم جمال خاشقجي أو النمر أو من كذلك المعتقلات النساء، كل هذه الملفات تجتمع، قضية المرحوم خاشقجي هي رافعة لبقايا قضايا حقوق الإنسان داخل السعودية. قطعا التغطية كانت بشكل كبير جدا، وقطعا قضية خاشقجي فتحت ملفات عديدة. ابقى معي أمين. سيد تقادم، بيقولوا في مصر مثل شعبي مشهور إن الكتاب بيبان من عنوانه، وعنوان 2019 يبدو أنه بدأ بمقال ياسر رزق اللي بيبشر فيه بتغييرات للدستور المصري ستعطي الحق للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي أن يبقى في الحكم لسنوات طويلة وربما حتى إلى موته. يعني هل تعتقد أن هذا الأمر أصبح محسوما؟ 2019 هي عام حاسم فيما يخص الدستور المصري وتغيير الدستور المصري لصالح بقاء عبد الفتاح السيسي في الحكم إلى ما لا نهاية؟ يعني يبدو أن الأمور تسير في هذا الاتجاه. وأنا يعني في أحد التعليقات يعني في أحد القنوات بالأمس قلت بأن هذه المسألة ليست جديدة، ولكن هذه المسألة يعد لها منذ البداية حينما يعني خرج هيكل في 2013 وقال بأنه يعني رئيس الضرورة، وهذا الكلام يعاد الآن مرة أخرى بأن يقال بأن الدولة تمر بأزمات وأنه ليست لدينا أي حلول هناك ولا بد أن يتم هذا الرجل ولا بد أن يتم استمراره. وبالتالي النية كانت مبيتة في وجهة نظري من هذه المسألة. ما لم يحدث وما لم يجد جديد في الحقيقة يعني سوف تسير الأمور على ما هي عليه، وسوف يتم
يعني عملية تمرير تعديل الدستور وفتح مدد الرئاسة أو إطالتها، لأنه في النهاية إذا ما أردت أن أناقش حتى المحتوى الذي جاء في المقالة، في الحقيقة هذا المحتوى يعني لن يوافق عليه الرئيس بذاته يعني الحالي، أنه في النهاية هو يعلم جيدا أن من يخرج من دولة يوليو لا يمكن أن يعود إليها. وأظن أنه ما حدث يعني من قبل ما بين عبد الناصر مثلا وعبد الحكيم عامر يدل على هذا الأمر، ما حدث بعد ذلك مع السادات ثم مع مبارك حينما تم الإتيان به يعني أمام المحكمة وقال بصورة واضحة أريد أن أتكلم بإذن، يعني كل هذه المسائل تؤكد كيف هي دولة يوليو وكيف يتعامل أصحابها بعد أن يخرج من دولة يوليو، وبالتالي هو لن يسمح حتى أن يكون هناك نظاما يعني أو مجلسا هو أقرب إلى مسألة تشخيص النظام في إيران أو مثلا على غرار الكتل السوفيتية أو الكتل الشيوعية الشرقية، وبالتالي يعني تسير الأمور في هذا الاتجاه ما لم يحدث تغيير على المستوى الدولي فيما يطلق في التحالفات المختلفة خاصة فيما يعرف بتحالف الثورة المضادة، وكذلك إذا لم يحدث أي شيء في الداخلي وبالتالي سوف تظل هذه الأمور على ما هي عليه يعني، وسوف تستمر الخطة يعني إلى أن يحدث جديد قد يوقف هذه المسائل، وأنا لا أستطيع أن أتنجم بالمستقبل يعني. صحيح، وكذلك نحن، ابقى معي تقادم. وقبل أن أذهب لضيف تونس أناوه مشاهدين الكرام على الجانب جانبي، هذه نقلا مباشرا من باريس تحديدا الشانزليزيه ويظهر حتى قوس النصر واحتفالات أعياد الميلاد. سيد طارق، فيما يخص مسألة انحسار الأمل، يعني البعض يرى أن هذا أصبح ظاهرة خصوصا لدى الشباب العربي، تراجع للأمل في المستقبل، تراجع لأن الأمور تتغير للأحسن، هل هذا أيضا ملموس لديكم في تونس سيد طارق أم أن الأمر مختلف؟ والله في الحقيقة يعني الشباب التونسي تحديدا خاصة بين فئة تقريبا 19 أو 18 إلى غاية سن 35 سنة، يعني كل هذه الفئة يعني أكثر هاجس لديها هو طبعا تفشي البطالة، رغم يعني لنكون يعني محقين ونقول كل الأشياء نسمي الأشياء بأسمائها، تراجعت بعض النسب يعني تقلصت نوعا ما، ولكن البطالة متفشية، الاستثمارات هربت من تونس ولذلك نراها يعني تعود ببطء شديد، أيضا ربما الدراسة لم يعد للشباب التونسي وللأطفال التونسيين يعني أمل في الدراسة بعد أن يعني تنفذ الإضرابات تلو الإضرابات، النقابة المعلمين والأساتذة تقول أنها محظومة الحقوق وهي تناضل من أجل حقوقها، الأولياء والتلاميذ يعني يشتكون من ربما شبه سنة بيضاء هذه السنة، يعني هذا الشد والجذب هو يعني أكثر شيء يزعج الحياة التونسي والشاب التونسي، ونرى أن نسب ما يعرفون بالحراقة أو المهاجرين السريين في تزايد مستمر سواء تونسيين أو من دول الجوار الأقليم يعني شمال أفريقيا وجنوب الصحراء. أيضا أريد أن أعرج أيضا على مسألة الأعلام التي لم أذكرها في الجزء الأول، يعني الإعلام في تونس هذه السنة يعيش يعني ظروف صعبة جدا بعد تكرر الاعتداءات خاصة في موفى سنة 2018، التكرر يعني من أمن من نقابيين من يعني لم يعد الصحفي التونسي أو الإعلام التونسي يعيش تلك البحبوحة التي عاشها في أوائل الثورة يعني سنوات 2011-2012 إلى ذلك، يعني تلك سنوات بداية الثورة. نعم، ابقى معي طارق. سيد أمين، يقولون يعني في المثل أن الضربة التي لا تقصم ظهرك تقويك، لو حاولنا أن نسحب هذا المثل وهذه الحكمة على محمد بن سلمان خصوصا بعد مسألة قتل خاشقجي، هل سيكون أقوى في 2019؟ هل سيتخطى هذه الضربة التي بدت في بعض الأحيان أنها ستقسم ظهره، إلا أنه يعني حتى هذه اللحظة واقفا مستعدا لما هو آت، يعني قابضا على زمام الأمور في المملكة العربية السعودية، أم أن الأمر من وجهة نظرك مختلف؟ دعني أغير المقولة التي ذكرتها إلى الدم الذي لطخ به ثيابك وملابسك ستلاحقك وستظل وصمة عار عليك أينما ذهبت، فمهما صرف من مبالغ
إلى شركات العلاقات العامة أو عمل تحالف جديد مع دول جديدة غير أمريكا مثلا، ستظل الجريمة التي اقترفت في إسطنبول في حق الشهيد خاشقجي تلاحقه أينما ذهب، ومهما عمل من تغييرات ومناورات سيظل المناضلين سواء اللي كانوا في السجن أو خرجوا بالخارج يطالب بحقوقهم من كرامة وعدالة وحقوق سياسية. محمد بن سلمان مستقبله السياسي انتهى، والعائلة الحاكمة نعم. أليست هذه مبالغة سيد أمين؟ محمد بن سلمان مستقبله السياسي انتهى، كيف انتهى مستقبل محمد بن سلمان وهو الرجل القوي الذي يحكم المملكة الآن من موقع ولي العهد؟ يعني أعطيك مثال، وأنا لا أضرب بهذا المثال يعني كأنما سيظل عندنا 13 سنة انتظار. صدام حسين الحصار من 1991 حتى 2007 كان يعتبر ماسك السلطة حتى 2003 غزو العراق. لا يعني وجوده على كرسي الحكم والبطش بالمناضلين بأنه في موقع قوة، بل هو موقع ضعف. عندما يفقد الشرعية الشعبية فقد كل شيء. المظاهر العسكرية والبطش ليست مثال على قوة حقيقية، وإنما قوة مزيفة. تنبع القوة الحقيقية عندما يكون القائد قائد البلاد يستمد القوة من شعبه، وليس ما يحصل في السعودية حاليا. تمام. سيد تقادم، يعني لو حاولنا أن نتحدث عن المعارضة المصرية تحديدا، يعني فترة كنا بنقول أن المعارضة المصرية تشرذمت، لم تستطع أن تقدم برنامجا واضحا يعني ضد النظام الحاكم، لكن يبدو الآن أنه لا يوجد من الأساس معارضة مصرية نستطيع الحديث عنها تستطيع مواجهة النظام الحاكم في مصر. هل هذا صحيح؟ لم يصبح هناك أي وجود للمعارضة المصرية سواء على مستوى الداخل أو الخارج؟ بالضبط، يعني هناك أزمة تمر بها المعارضة المصرية يعني منذ انطلاق يعني يناير 2011 أو خاصة بعد يعني سقوط مبارك كفرد وليس كنظام، أنه كما قلت أنت وأشرت أنه لم يكن عندها يعني برنامج سياسي، وغياب البرنامج السياسي أدى إلى تصدر الأيديولوجيا كمشروع، وبالتالي هو المستمر حتى هذه اللحظة. مع تنامي القمع السياسي الأكثر وإغلاق المجال العام أصبح عدم هناك قدرة وكفاءة في الحقيقة على مواجهة هذا القمع المتزايد والمستمر، وعدم القدرة أيضا على التعاطي معه بهذه الطريقة، لأنه في النهاية يعني حتى الطرق الشرعية للعمل السياسي في مصر يعني تم إغلاقها، يعني أن يتم اعتقال مثلا يعني رئيس حزب سياسي كالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مثلا، هذا دليل على أنه لا يوجد حتى قنوات فيها، وهناك أمثلة كثيرة أيضا أنه لا يوجد هناك قنوات حقيقية للعمل، لا يوجد قنوات حقيقية لممارسة العمل السياسي. وفي هذا الإطار في حد ذاته هذا يعني يعطي الفرص أكثر لجماعات التطرف، يعطي الفرص أكثر لجماعات الإرهاب أن تقوم بممارسة الأعمال الغير مشروعة. إذا ما تم غلق المجال العام على الأحزاب السياسية المشروعة، أنت في الحقيقة تؤيد في المقابل يعني الجماعات المتطرفة لكي تستثمر هذه النقطة، لكي تطيل في أمدك، لكي تكتسب مشروعية أكثر، ولكي تصدر الخطاب الذي يقول بأنه يجب محاربة الإرهاب. في الحقيقة يعني المجال العام يجب أن يفتح، الطرق الشرعية السياسية يجب أن تفتح، وأن يكون هناك ممارسة. وفي هذا الإطار يعني أريد أن أقول لك أنه هناك مقال أيضا كان كتبه ياسر رزق في وجهة نظري أهم من المقال الثاني الذي أثرت حوله ضجة المتعلق بمسألة تعديل الدستور، هو الذي يتكلم عن أن هناك حزبا سياسيا اسمه مستقبل وطن، يعني سوف يطلق هذا الحزب في العام المقبل، وسيكون يعني الرئيس نفسه سوف يكون الحالي سوف يكون هو على رأسي. هذا تحول أيضا في المسألة يعني السياسية في مصر، والرجل الذي كان لا يؤمن بها الأحزاب السياسية أصبح الآن يؤمن بها. السؤال الآن، هل سنشهد الآن في مصر الحزب الشمولي الأحادي على طريقة مثلا كوريا الشمالية، أم أنه سوف يتم فتح هامش في مسألة ممارسة السياسية؟ أنا في وجهة نظري على المستوى الشخصي أرى أنه هذا الحزب يتم تشكيله الآن لكي يلعب دور. نعم.
الحزب الوطني الذي كان يعني على رأسه مبارك من أجل أن يتم يعني بناء تحالف سياسي بصورة معينة يعني، وشبكة سياسية معينة للرئيس الحالي يعني تقوم بالمساهمة فيما يتعلق بمسألة تعديل الدستور يعني التي سوف تتم في الفترة المقبلة. وبالتالي يعني كما قلت لك هذا تحول، لكن تحول أكثر إلى مسألة شمولية، وأنا أريد أن أستخدم هنا يعني حتى يعني ما استخدمته يعني الفيلسوفة الألمانية المعروفة حنا آرنت حينما قالت بأن هناك تحولات تتم من النظام الاستبدادي إلى النظام الشمولي الذي يقوم على الفردية. ابقى معي تقدم، ودعني فقط أنوه للسادة المشاهدين أن ننقل صور حية من دبي واحتفالات رأس السنة الميلادية. بعد دقائق قليلة سيكون هناك انطلاق للعام الجديد في الإمارات ودبي، وهناك الكثير من الألعاب النارية التي ستنطلق بعد أقل من 20 دقيقة من الآن، وإضاءة برج خليفة. ننقل لكم هذه الصور الحية. سيد طارق، فيما يخص الانتخابات الرئاسية التونسية التي ستجرى خلال عام 2019، من وجهة نظرك هل سيكون لها انعكاسات حقيقية على تونس؟ هل ستغير الأوضاع في تونس إلى الأحسن، أم على العكس من الممكن أن يكون لها انعكاسات سلبية؟ والله أخي، يعني الانتخابات القادمة 2019 يعني الكل يتسابق لها بطريقة معينة. هناك من يتسابق لها ب يعني وضع العصي في الدواليب، وهناك من يسعى لها بطريقة يعني ديمقراطية، بحشد الجماهير، بوعود، يعني العمل على الأرض كي تستقر البلاد. يعني كل هذا يبقى ربما يعني في دائرة الاستطلاعات والتمنيات، ولكن ما يمكن البناء عليه فعلا هو الانتخابات البلدية السابقة الفارطة عفوا، والتي يعني كانت امتحان مهم للنخبة السياسية التونسية، للمجتمع المدني أيضا، لتقديم يعني نوع من التدرب والدربة على الحياة السياسية كي نبني تونس معا. يعني النخب والعامة كل الجميع يشارك في بناء تونس، ولكن الانتخابات القادمة ربما يعني التونسيين الآن لديهم من الخبرة والحنكة كي يميزوا بين الذي يدفع نحو الخلف أو يجذب نحو الخلف ومن يدفع إلى الأمام. إن شاء الله تكون انتخابات يعني بادرة أمل و فتح أفاق أيضا للتونسيين وحتى للدول المجاورة. هناك أيضا ليبيا، يعني الجميع يشتغل أن تكون يعني تونس مثال يحتذى به في ليبيا، لما لا في اليمن وفي دول أخرى. يعني نعول عليها نحن هنا في تونس هذه الانتخابات، ولكن الله فقط هو الذي يعلم المستقبل في هذه الانتخابات. فقط زميلي الشباب، ربما تكون مشاركة الشباب بعد أن بدأ يتلمس بعض التغيرات، ربما يكون نسبة الشباب في المشاركين ترتفع قليلا في الانتخابات القادمة. يعني سيد أمين، بما أننا وصلنا لحديث التوقعات، توقعاتك ل 2019 في المملكة العربية السعودية من وجهة نظرك كيف ستسير؟ نعم، أعطيها عنوان تشاؤل، وهي من تفاؤل وتشاؤم. التفاؤل بسبب الضغوط التي تعرضت لها الدولة السعودية والنظام السعودي خلال 2018 من خلال حربها على اليمن، أو من اغتيال الشهيد خاشقجي وغيره من الملفات حقوق الإنسان. ربما تقدم بعض التنازلات كالإفراج عن المعتقلين، وربما تشكيل نقابات أو السماح إلى بعض الأحزاب بتكوين أحزاب سياسية. مجرد حلم، لا أستبعد ذلك، لكن ربما التشاؤم سيستمر محمد بن سلمان في مقاومته للتغيير السياسي داخل البلد. نعم، فقط دعني أنوه سيد أمين لمشاهدينا الكرام أننا ننقل لهم صور حية ومباشرة من إمارة دبي واحتفالات نهاية 2018 وقدوم 2019 كما ترون في هذه الصور الحية والمباشرة من دبي. ستقدم الخطيب التوقعات، هل سيختلف الحال في مصر في 2019
عن ما آلت إليه الأمور في 2018؟ يعني في النهاية إذا كما قلت لك في البداية يعني إذا لم يحدث هناك يعني أي جديد، وأنا في الحقيقة يعني دائما ما أقول أنه بعد يعني الثورات التي حدثت أو الانتفاضات الثورية التي حدثت في عدد من الدول العربية هناك حالة من السيولة والانسيابية في المشهد التي تمر بها الدول العربية، وبالتالي هذا المشهد لا ينبئ بأن هناك حالة من الثبات يعني، لكن على المدى القصير يعني أظن أنه لن يكون هناك تغييرا أكثر يعني عما يحدث في مصر، قد يكون هناك يعني وضع أشد في الحقيقة عما كان عليه الأمر من قبل، قد تكون هناك يعني حالات قمعية أكثر ويكون هناك تمدد لهذه المسألة بصورة أكبر، وبالتالي يعني لن يكون هناك تغيير في الحقيقة أساسا. ما أتمناه وأطمع أن يعني أن يحدث أن يكون هناك نوع من الرشد في التعامل مع هذه المسائل، أن يكون هناك يعني إدراك لخطورة الموقف الذي تمر به المنطقة والذي تمر به مصر بالتحديد، لأن مصر أكبر دولة في المنطقة وهي في الحقيقة رمانة الميزان في المنطقة يعني، لكن لا أعتقد أنه هذا الأمر سيحدث، لكن هذه قد تكون بعض الأمنيات التي أتمناها يعني، وعلى كل مستويات يعني برغم هذا القمع المتنامي وبرغم هذه المسائل المختلفة أنا لدي نوع من التفاؤل في الحقيقة يعني، لأنه في النهاية كما يقول الجيولوجيون دائما أنه لا ثابت على الأرض إلا المتغيرات، وأعتقد أنه هذه المسألة كفيلة بأن توضح الأمور في الأيام القادمة. سيد طارق، فيما يخص تونس وتوقعاتك لعام 2019، هل ستختلف الأمور في تونس؟ هل ستتقدم إلى الأفضل أم ستظل تعاني سواء على المستوى الاقتصادي أو حتى على مستوى التنازع السياسي الذي نراه الآن واقعا في تونس؟ ربما نبدأ بالجانب الاقتصادي، حيث يعني ستنتهي سنة 2018 بنسبة نمو تبلغ حوالي حسب يعني معهد الوطني الإحصاء 2.6% مقارنة ب 1.9% في سنة 2017. ربما الجهود التي تقوم بها الحكومة الآن خاصة بعد التحوير الوزاري يعني يقدم فرص اقتصادية جديدة لتونس، شراكات جديدة، ربما أيضا مساعدات أجنبية مع القروض، حزمة القروض التي تحصلت عليها تونس ويعني حسب الوعود الحكومية أنها ستضخ خاصة في المناطق التي تعتبر مهمشة ونسميها في تونس مناطق الامتياز أو يعني الفرص الاقتصادية الجديدة، التمييز الإيجابي. يعني هذا ربما الأفق الاقتصادي ربما سيكون في 2019 أحسن من 2018. المستوى السياسي هناك تجاذب حاد بين الحكومة يعني رأسي الحكومة، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، ولكن يعني هناك اجتماع مؤخرا ربما مر عليه 3 أيام يعني اتفقت الأحزاب الكتل الكبيرة مع رئاسة الجمهورية مع رئاسة الحكومة رئاسة البرلمان أنها يعني تواصل العمل لإيجاد مع المنظمات الشغيلة المنظمات الشغل والأعراف إيجاد حل سياسي على الأقل من هذه الفترة الحالية إلى بلوغ أشكرك 2019. ربما هذا يعني يهيئ الجميع إلى يعني أن تكون سنة جديدة يعني تنفرج فيها السياسة التونسية. شكرا جزيلا الصحفي التونسي طارق حسيني، كنت معي عبر الأقمار الصناعية من العاصمة التونسية، كما أشكر السيد أمين النمرة الناشط السعودي المعارض كان معي عبر سكايب من مدينة مانشستر البريطانية، وأشكر السيد تقادم الخطيب كان معي عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول. أشكركم شكرا جزيلا، كل عام وأنتم بخير، وأيضا لمشاهدينا الكرام في نهاية المسائية كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله يكون 2019 عام سعيد على الجميع. غدا نلتقيكم في مسائية جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.